فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها، ويلبسون به على الفقهاء ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين. نعم، هذا جواب عن اعتراض، وهو أن بعضهم يقول إن الأمر بالمخالفة أو أي أمر من الأمور العامة يكفي تحقيقه بمجرد تنفيذ شيء من معانيه، بمجرد تنفيذ شيء من معانيه التي يشتمل عليها، ولا يقتضي أن عموم كل المعاني التي يحتملها، كما قال الشيخ فيما سبق. يقول هذا يقوله بعض المتكلمين، أي علماء الكلام الذين يقولون بالجدل وعلم المنطق، وهذا يغلب على الأصوليين المتأخرين، فإنهم غلب عليهم علم المنطق وعلم الجدل، فعرفت هذه المسألة عنهم. ولكن الصواب هو كما سبق، أن كون الشيء واردا على سبب لا يمنع من دخول غير ذلك السبب في المطلوبية من الأمر أو النهي، فإن الشارع يراعي تحقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد، وإذا نهى عن شيء معين فهذا يدل على تأكد تحقيق هذا الشيء دون أن يمنع من تحقيق غيره مما فيه تحقيق مصلحة أو دفع مضرة. نعم. قال: جوابه من وجهين، أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، وعموم الجميع لأفراده، وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحاده، وعموم الجنس لأنواعه وأعيانه، وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. هذا دخول في واستطراد في بحث المسألة من ناحية العموم والخصوص، وهو بحث معروف عند الوصوليين، والشيخ رحمه الله كعادته يستطرد ويستقصي في المسألة التي يعالجها.